إذن يا الأحبة الكرام، هنا دار البيضاء حيث مركب محمد الخامس في قمة إفريقية مغربية مصرية لأغلى بطولات الأندية الإفريقية، هنا حيث وداد الأمة الذي يتسلح بأمته التي عادت بعد غياب أمام فارس القلعة البيضاء زمالك الفن الزمالك الهندسة في مباراة من طينة المباريات النهائية، لكنها اليوم بلباس مرحلة مجموعات، مباراة ثلاث نقاط مهمة لرسم طريق مستقبل الفريقين في هذه النسخة. حمزة المثلوثي يرسل كرة طولية لكنها في الأخير فرصة لا تأتي، محاولة قائمة لهدف أول خطيرة، ضاعت الكرة الماضية عن طريق الجزيري في أولى الكرات الخطيرة. أشرف مرر تمريرة زملكاوية خطيرة، هنا تأتي في محاولة بتصويب، الله خرافي، هذا الهدف من هذه المسافة بالتسديدة اليمينية في غاية الجمال والروعة. الزمالك يضرب أولا، الزمالك يسجل أولا، هنا فارس القلعة البيضاء بأول أهداف في هذه القمة بتسديدة لا تصد أبدا، لا ترد من أحمد التقناوتي بكرة كانت جميلة. لدينا ركلة حرة مباشرة، منقولة كرة داخل منطقة الجزاء، لكن هناك منقولة في الطرف الأيمن، محاولة الوداد عرضية أتت لكن تغطية كاقة، هنا تأتي من الطرف الأيسر محاولة المرور بالكعب ممتازة رائعة جميلة، التعادل قد يأتي ولكن بنزا كان قريبا من إحراز هدف التعديل. يا لها من مباراة ويا لها من أجواء، هنا حاضرة فرصة ما زالت قائمة، التقدم المرور بل التسديدة، هنا تأتي ركلة جزاء هناك لمسة يد الكرة إلى ركلة حرة غير مباشرة في اللقطة الماضية، نعم اللمس كان من خارج منطقة عودة والتعادل يحيى والتسديدة بعيدة كانت الكرة الأخيرة، تحولت إلى خارج الملعب وعادت إلى ركلة مرمى لمصلحة وهدف التقدم، بينما هنا شيكابالا يرسل كرة عالية لكن حارس يلقي الكرة باليسار عرضية ودادية تأتي، إمبيزا عنده كرة، إمبيزا والتسديد للوداد من جديد، ولكن هناك أبو جمل الحارس اللي تصدى في الكرة الأخيرة، أبو جمل اللي تمكن في الكرة الماضية. اللاعب أحمد سيد زيزو العائد المساندة دفاعية، بينما هنا كرة إلى أبو جمل، منقولة كرة في اليمين بعد ذلك بتوسل عند حارس الماضية بطاقة تأديب اللي راح ينفذ الركلة الحرة، هنا التصويبات تأتي قوية ولكن إلى خارج الملعب، مرت وتحولت إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي الزمالك عند حارس المرمى الحارس أبو جبل. محاول خطيرة ودادية، فرصة التعادل ما زالت قائمة، هذا جول، ودادية كانت بكرة العودة، عادت الأمة الودادية، فلمع بريق الوداد، نعم لمع بريق الوداد، عاد الوداد ليسجل هدف التعادل. عند كرة يتقدم المترجي يحاول فيها زهير بيزا، لكن أبو جبل يتصدى لكرة اللعب، أخطر الوداد في هذه اللحظات، منقولة كرة ولكن مع تغطية دفاعية داخل منطقة الجزاء، أبو جبل يتصدى، الله يا ولد بأي طريقة سجلت وبأي كيفية سجلت وأنت المدافع ولكن على طريقة المهاجمين، أمين فرحان ينشر الفرح هنا في مدرجات مركب محمد الخامس بهدف غير عادي، بهدف غير اعتيادي من مدافع هنا، ولكن الوداد الله 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 الله، عرضية لن تأتي خطيرة، زملكاوية فرصة جول،
تجناوتي يطص هذه المرة. الكل يتألق، مهتم دائما بالأرقام. كرة منقولة ودادية من هذه المسافة. الله، يا لها من كرة ويا لها من تسديدة مباغتة كانت. شكرا مهند الجالي، وكذلك الشكر لضيفيك في الاستوديو ذينا يا الحب الكرام، مشاهدينا متابعينا في كل مكان. اول بالنسبه للوداد احمد التقدم العالية طويلة الى الطرف الايسر، بعد ذلك بقوت من يتنفسون الوداد، ستنفذ لمصلحة الوداد. كرة منقولة عالية في المجموعات الرابعة، كرة منقولة والتصويبة الطرف الايسر، يحاول بيزا وعرضية ترسل لكن عن طريق زهير المترجي والتصويبة. الله، إمام عاشور عند الكرة، إمام يسقط يتحصل على خطأ، صافرة هنا تأتي وركلة حرة مباشرة عن اللاعب جلال الداودي في اللقطة الماضية. كولن بنزا متسلل لكن ترك الكرة، ولكن حكم اللقاء اعتبر بنزا مشترك في اللعب. الحكم اعتبر بنزا مشتركا في اللعب في وسط الملعب. بعد ذلك إمام والضغط هنا وخط، زيزو يتقدم، زيزو يريد أن يمر، يبادر هجوميا في هذه الأوقات. كرة منقولة عالية، أحمد زيزو، زيزو عنده كرة يتقدم يرسل كرة ولكن إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. أحمد زيزو وقع على في الوداد. كرة منقولة من الطرف الأيسر، خطأ كان في اللقطة الماضية. طويلة إلى أقصى الطرف الأيمن، السلام تقدم في اليمين، هناك تدخل كان موجود، هناك خطأ يصفر الحكم لحمزة المثلوثي. وبحثا عن العودة شيكابالا، عالية من شيكا ولكن حارس المرمى تيغناوتي يتصدى، يريد أن يبدأ بهجمة مرتدة عن طريق محمود، يرسل كرة إلى أقصى اليسار. كارتيرون مدربا أمام فريق الفتح منقولة هذه الكرة، بعد ذلك تمريرة باتجاه بنزا ولكن الوينش يغطى، نقلة، فرصة جول، جول، ما زالت خطورتها ما زالت، لكن هناك لمسة يد وهناك خطأ على عمر السعيد في اللقطة الماضية. خطير يلعب زهير المترجي ويدخل صد، ينقل كرة طولية، محاولة كل هذه الكرة في اليمين، الأهلي كمان بنزا خاطية، إمام عاشور طويلة إلى أقصى اليسار، وصلت هذه الكرة زمل كاوتي يرسل كرة عالية منقولة، وناجم عنده كرة عرضية ترسل ولكن حارس المرمى أسهل عنده حارس المرمى تيغناوتي زيادة اللقاء. الكرة ما زالت قائمة للوداد، عرضية عالية ولكن ابتعدت بل كانت بعيدة من الجميع، تحولت إلى خارج الملعب، أصبحت إلى الكرة الماضية، وصلت من عمر، خطأ على السعيد، خطأ على عمر السعيد لرداد، كرة ترسل طولية باتجاه عمر السعيد لكن لا مجال للعبور. هكذا وليد الرقراق، كرة حاضرة ممتازة، الكرة من أجل الثالث، الرصاصة الرحمة، جول جول.